إذا كلمت النهاردة بنعمة ربنا عن شخصية كبيرة من شخصيات العهد القديم هي إرميا النبي. إرميا النبي أول حاجة فيه أن ربنا اختاره قبل أن يولد، اختاره هو في بطن أمه حتى قبل ما يخش بطن أمه. بيقول إيه الكتاب؟ فكانت كلمة الرب إلي قائلا قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب. دي حاجة جميلة تورينا دعوة ربنا واختيار ربنا للإنسان حتى قبل أن يولد، بل قبل أن يقبل به أيضا. الحكاية دي جد بالنسبة لناس كتير، من ضمنهم مثلا يوحنا المعمدان اللي قال عليه الكتاب في لوقا 1:15 ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. فربنا اختاره من بطن أمه. وأيضا شمشون نلاقي في قضاة 13 ازاي ان ربنا اختار شمشون وقدسه وجعله نذيرا للرب قبل ان يولد. من ضمن هؤلاء ايضا بولس الرسول في غلاطيا 1:15 بيقول لما سر الله الذي افرزني من بطن امه، يعني من بطن امه كان مفروز للرب. ففي اشخاص ربنا يختارهم، مش بيختارهم كده بدون سبب، لكن الله الذي يعلم كل شيء قبل ان يكون عارف هذه الشخصية بالنسبة للمستقبل هتبقى ايه. يعقوب ايضا اختاره الله من بطن امه، يعقوب اخو عيسو، فقال لام رفقة قال لها في بطنك امتان ومنك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير، وكان الصغير هو يعقوب. فربنا له اختياره في الناس. بيقول الكتاب الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم في رومية 8. ربنا عارف، مش محاباة، ولكن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. فربنا اختاره وهو قبل ما تحبل به امه وجعله نبيا للشعوب، واعلن له هذا الامر وهو بعد حدث صغير، لدرجة ان ارميا قال له يا رب لا اعرف ان اتكلم لاني ولد عيل صغير. قال له لا تقل اني ولد، لأني إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل من أمرك به، لا تخف من وجوههم لأني معك. دي تورينا حاجة، إن في ناس بيعتذروا عن الخدمة لسبب روحي يقبله الله، وناس بيعتذروا عن الخدمة لسبب ربنا ما يقبلوش. يعني ارميا ما اعتذرش عن الخدمة لانه لا يريد الخدمة، انما هو شاعر بضعفه. موسى ايضا اعتذر عن الخدمة لانه شاعر بضعفه، قال انا انسان اغلى في الشفتين،
لست صاحب كلام لا اليوم ولا أمس ولا قبل من أمس، لكن في ناس بيعتذروا عن الخدمة لأنهم ما بيحبوش يخدموا. الخدمة اللي ربنا اختار ليها أرمية في الواقع كانت خدمة صعبة، وأي واحد فينا كان هيشعر بصعوبتها. العصر اللي عاش فيه أرمية كان عصر وحش جدا، الشعب كان رديء جدا، الكهنة كانوا في منتهى الرداءة، الرعاة كانوا أردياء أيضا، الملوك كانوا في منتهى الشر، الملوك كانوا في منتهى الشر، كان عصر فيه عبادة أصنام، فيه عبادة أصنام، وفي ملوك كانوا سلكوا في عبادة الأصنام إلى أسوأ النواحي، لدرجة أن ربنا غضب على الشعب وأراد أن يفنيه أو على الأقل يسلمه لأيدي أعدائه، لأيدي أعدائه. من ضمن الناس دول مثلا منسى، كان أحد الملوك اللي عاصرهم أرمية. بيقول الكتاب عن منسى إنه عاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقية أبوه، وأقام مذابح للبعلين، وعمل سواري، وسجد لكل جند السماء وعبدها، وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال عنه الرب في أورشليم يكون اسمي فيه، وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر بنيه في النار في وادي بني هنون، وعاف وتفاءل وسحر، واستخدم جانا وتابعه أكثر من عمل الشر في عيني الرب، ووضع تمثال إلى آخر. ده من ضمن الناس اللي عاشوا بالشكل ده. وبعدين جم اللي بعده بقى أشر منه برضه، يعني من ضمنهم مثلا يهوياكين، وده عاشر أرمية، يقول عمل الشر في عيني الرب، ولم يتواضع أمام أرمية النبي من فم الرب، وتمرد أيضا وصلب عنقه وقوى قلبه عن الرجوع إلى الله، حتى إن جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخيانة حسب كل رجاسات الأمم، ونجسوا بيت الرب إلى آخره. أرمية أرسل إلى هؤلاء الناس. أحيانا ربنا يكلف شخص برسالة صعبة ونشوف إيه طاعته. يعني الكتاب بيقول طوبى لأقدام المبشرين بالخير، لكن واحد زي أرمية ربنا يرسله يقول لهم انتوا ربنا هينتقم منكم، انتوا ربنا هيسلمكم الى ايدي اعدائكم، انتوا هتقعوا في السبت، انتوا هيجرالكم. يقولوا له طب خد على راسك، مفيش غير كده. فاصبح الرسالة اللي هو ارسل بيها مش رسالة تبشير، مش رسالة طيبة، هي رسالة انذار، انذار لشعب شرير. وطبعا الشعب الشرير اللي هينذرهم هينتقموا منه وهيتعبوه، وفعلا عملوا معاه حاجات كتير من هذا النوع. شوفوا ربنا قال لأرمية ايه، قال له انا خليتك نبي للشعوب. نبي يعني تعمل ايه؟ هذه رسالتك كنبي. قال له قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك اليوم هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض
وتبني وتدرس. فبيقول له هيقلعهم دول هيسيبوه، واللي هيهلكهم هيسيبوه، واللي هينقطهم هيسيبوه، كلهم هيقعدوا. طب وبعدين دول ناس اكبر منه. وبعدين قال له ما تخافش منهم، لا ترتع من وجوههم لئلا اريعك امامهم، ها انا ذا قد جعلتك اليوم مدينه حصينه وعمود حديد واسوار نحاس على كل الارض لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الارض، فيحاربون ولا يقدرون عليك لاني انا معك يقول الرب. اللي هيحاربوه مين دول؟ ملوك يهوذا ورؤسائها وكهنتها وشعب الارض، هيقف قصاد كل دول يحاربوه. طب يا رب ما تعفيني من المحيادي وانا مش قدها، ده انا ولد لسه صغير. ما تخافش وروح. اروح اقول لهم هتهلكوا بالكلام ده؟ اروح اقول لهم هتلقوا في السبت؟ روح وانا هبقى معاك. حالة الشعب في ذلك الحين كانت حالة سيئة. في أرمية 2:12-13 ربنا بيقول ابهتي أيتها السماوات واقشعري من هذا جدا أيتها الأرض، لأن شعبي عمل شرير، تركوني أنا ينبوع المياه الحية وحفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. ووصل الامر بربنا انه ما كانش لاقي في هذا الشعب شخص واحد بس، هو قال هيهلك اورشليم، وبعدين قال في أرمية 5:1 الطوفوا في شوارع اورشليم وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون انسانا او يوجد عامل بالعدل طالب الحق فاصبح عنها. يعني ايام سادوم ربنا قال لو وجد 10 لا اهلك المدينة من قبل 10، دلوقتي ربنا بيقول ان لقيت واحد بس لا اهلك المدينة من قبل 1، مفيش. في أرمية 23:14-15 بيقول صاروا كلهم كسادوم وسكانها كعمورة، ها انا ذا اطعمهم افسنتينا واسقيهم ماء الارض. وفي أرمية 10 بيقول لأن الرعاة بلدوا ولم يطلبوا الرب، من أجل ذلك لم ينجحوا وكل رعيتهم تبددت. في أرمية 13 يقول هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي، الذي يسلك في عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدوه. الى ان وصل للامر بربنا في أرمية 14:7 ربنا قال لأرمية لا تصلي من اجل هذا الشعب ولا ترفع من اجلهم طلبة ولا محرقة فاني لا اسمع لك. ما تصليش من اجل الناس الاشرار دول فانا لا اسمع ليك. كان غضب ربنا اتقد وبعته عشان ينذرهم. طب يا رب ما تشوف لي شغلانة احسن مني، انا هروح بس كده للناس الاشرار دول؟ اهي دي رسالتك يا ارميه. اوعى تفتكر يعني واحد يقول يا سلام لو كنت انا نبي كان يبقى اخر تمام، لو كنت انا رسول من الرسل كان يبقى اخر تمام. باخر تمام ايه؟ باخر بهدلة. هو ده اللي حصل. فاكر زمان لما انبى بيمن اسقف ملوي كان في السجن، فسمعوه مره بيصلي بيقول له اشكرك يا رب
أشكرك يا رب من أجل هذه البهدلة التي لا بعدها بهدلة. فهو كان كده، هو يعني فكركم الأنبياء دول يعني حالتهم كويسة؟ ده احنا دلوقتي بنمجد ارميا وبنقول بشفاعة ارميا للنبي يا رب اغفر لنا خطايانا. لكن ارميا في ذلك الحين كان بيتشوي على نار هادية كده، يعني بيتشوي ايه مع اورشليم اللي قال عنه السيد المسيح: يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليك. شوفوا بيقول ايه ارميا في الجو اللي عاش فيه ده، بيقول لربنا: قد اقنعتني يا رب فاقتنعت، والححت علي فقبلت. انا ما كنتش عايز الشغلانه دي لكن انت لحيت علي، صرت للضحك كل النهار، كل واحد استهزأ بي. كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار، فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع. سمعت مذمة من كثيرين، وبعدين قال ايه؟ قال كما قال ايوب النبي: ملعون اليوم الذي ولدت فيه، اليوم الذي ولدتني فيه امي لا يكن مباركا، ملعون الانسان الذي بشر ابي قائلا قد ولد لك ابن، ليكن ذلك الانسان كالمدن التي قلبها الرب ولم يندم، لأنه لم يقتلني من الرحم فكانت لي أمي قبر ورحمة. تعب، ربنا بيبعته برسائل متعبة فمش قادر عليها، لدرجة في مرة من المرات قال: ويل لي يا أمي لأنك ولدتني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض، لم أقرض ولا أقرضوني وكل واحد يلعني. رسالة متعبة، رسالة متعبة. يعني لما واحد يكلف ببشارة طيبة يفرح بيها، لكن لما يكلف بأنه يروح يقول لناس انتوا هتضيعوا وهتهلكوا حاجة صعبة، كل واحد هياخد حظه منه. احنا بنقول في الصلاة الربانية: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. الملائكة ما بيفرقوش ابدا، ربنا يقول لملاك: روح اهلك كل الابكار الموجودة من ابن فرعون لابن الدرية اللي عرحها، يروح اهلك، ما يقولوش دي رسالة صعبة. ربنا يقول لملاك: ارفع سيفك على اورشليم يموت 30,000، يرفع سيفه على اورشليم. ربنا يقول لملاك: روح تقلب مدينة سدوم، يروح يقلب مدينة سدوم، ما بيفكرش. عشان كده بنقول: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. لو ارسلتني يا رب لكي اوبك اوبك، لو ارسلتني لكي ابشر ابشر، زي ما الملائكة بيطوعوك في السماء بيطوعوك على الارض. في ناس يفتكروا ان التوبيخ ده خطية، ولما كاهن يوبخ يقول صعب قوي يا جماعة، يا ريت يكون رقيق. رقيق يعني يطبطب عليكم، يشيد غلط يقول لك انت حلو يا ابني وشاطر وانا مبسوط منك. لازم يوقف. ربنا كان بعت ارميا عشان نوضح، وكان توبيخه للناس رساله مقدسه لازم نوضح. بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس: عز وبخ انتهى.
لازم يودع. ربنا أهلك عالي الكاهن لأنه لم يوبخ أولاده ولم يربيهم كما ينبغي. في الدسقلية يقول أيها الأسقف كما إنك أعطيت سلطانا أن تحل أعطيت أيضا سلطانا أن ترضى. آباؤنا الرسل كان وقت التوبيخ بيوبخوا. معلمنا القديس بطرس الرسول وبخ سيمون الساحر وضربوا ضربة ضيعته، وبخ حنانيا وسفيرة وضربهم ضربة ماتوا. في بولس الرسول بيقول في تيموثاوس الأولى إصحاح 5 الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. لكن لما الكنيسة دلوقتي تدلل أولادها أخطأوا تدللهم قصروا في الممارسات الروحية كلهم مساكين، احنا في عصر التكنولوجيا مساكين ما يحتملوش الصوم ما يحتملوش كذا، لا دي ما ينفعوش، يطلعوا عيال مدللين لا يصلحون للملكوت. أنا مرة قلت لكم في محاضرة قلت لكم ملكوت السماوات عايز رجال، يعني ناس أقوياء برضو في ستات زي الرجال يعني يمشوا تمام، يعني تلاقي عزيمتهم قوية. لكن لما احنا ندلل الناس لا يصلح هذا لملكوت السماوات. ربنا بعت أرمية لكي يوبخ الحالة سيئة. معلش ومع ذلك أرمية كان صعبان عليه الحكاية دي ما كانتش سكته، هو ما كانش في باله ان يسلك هذا الامر. ربنا يبعته يوبخ شعبا شريرا وقاد اشرار ويتخاصم معهم ليل ونهار، دي ما كانتش رسالته. ولذلك نجد ان هو في وقت اعترف بالحقيقة دي، قال ايه؟ قال له عرفت يا رب انه ليس لانسان طريق، ليس لانسان يمشي ان يهدي خطواته. مش اي انسان بيقدر يتصرف في حياته. ربنا مثلا لقى واحد زي ايليا النبي، كان رجل عابد على جبل الكرمل وعايش في حياة وحدة وهدوء، خده وقال له تروح ضد أخاب ضد أنبياء البعل ضد السواري، حول له شخصيته في اتجاه ما كانش عايزه. موسى النبي كان رجلا وديعا هادئا جدا، قيل عنه في سفر العدد إصحاح 12 آية 3 وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. ربنا خده وقال له تعالى يا موسى أنا هسلمك لشعب صلب الرقبة وشعب عنيد، شعب أنا قلت عنه مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم، تمسك الشعب ده وتقوده. ما احنا كنا كويسين يا رب عندنا شوية غنمات في البرية والواحد ماشي مبسوط. قال له هو كده. السيدة العذراء مريم ما كانتش تفكر في يوم من الأيام انها تبقى أم وتحبل وترضع. ربنا قال لها، قالت له ليكن لك قولا. ليس للإنسان طريقه. ربنا بياخد كل واحد مننا ويحطه في السكة اللي ربنا عايزها مش اللي احنا عايزينها. جايز راهب يحب الهدوء والسكون وحياة الصلاة والتأمل، ربنا ياخده ويقول له أخليك ترعى شعب. طب أنا مش قد الشغلانة دي وأحسن لي السكون والتأمل، تقول لي ياكل ليك قول. أهو أرمية اتحط في حاجة من النوع ده. رسالة مهاجمة وإنذار، يهاجم الأنبياء الكذبة، يهاجم الكهنة، يهاجم الرعاة، يهاجم الشعب المخدوع. ربنا قال له كده يبقى لازم يمشي كده.
ومع ذلك ربنا ما قالوش بس تنذر، قال له تدعو الناس للتوبة برضو. يعني ربنا فيما كان ينذرهم كان يدعوهم إلى التوبة. اداله بعض أمثلة، اداله مثل الفخاري، وده مثل لطيف في أرمية 18. قال له ايه؟ قال له انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمع الكلام. فنزل بيقول لك واذا الفخاري يصنع عملا على الدولاب بتاع الفخاري ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء اخر كما حسن في عينه. يعني بياخد حتة طين يصنعها غازة مثلا تلفت يعجنها منور وجديد ويعملها. فقال له الرب هو ذاك الطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها فأندم على الشر الذي قصدت أن أصنعه به. يعني دعوة للتوبة، أنت تنذرهم وتقول لهم أنتوا هتهلكوا، فلو رجعوا زي الفخاري فسدت منه قطعة الطين رجع يعملها من أول وجديد. وبعدين اداله مثل آخر، مثل المنطقة التي فسدت ولم تعد تصلح لشيء، قال له برضو ده على الشعب. ومثل الإبريق اللي كسر، فأول ما كسر الإبريق ده قال له لا يصلح بعد لشيء، هو الشعب بتاعته كده. ثم تكسر الإبريق أمام أعين القوم الذين يسيرون معك وتقول لهم هكذا قال رب الجنود، هكذا أكسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفخاري بحيث لا يمكن جبر بعض ويدفن. يعني انذار، في ناس لما ربنا ينذرهم يخافوا، وفي ناس لما ربنا ينذرهم يقاوموا ويشتغلوا شغل شديد. اللي حصل بالنسبة لأرمية انهم ابغضوه واستهزأوا بيه وألصرتوا للضحك كل النهار. ومش بس كده، ألقوه في الجب فغاص في الوحل، رموه في السجن، ضربه أحد الكهنة، سجنه في المقبرة برضو تنبأ ضده. كان هذا الرجل بيشتغل على قد ما يقدر، ولكن في نفس الوقت كان قلبه حنين عليه. ولذلك تجدوا في سفر أرمية في دعوة كبيرة للتوبة، دعوة للتوبة، يعني مش بس للهلاك، دعوة للتوبة. في أرمية 24 يقول أعطيهم قلبا ليعرفوني أني أنا الرب، يكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، يرجعون إلي بكل قلوبهم. في أرمية 31 تلاقي كلام لطيف يقول توبني فأتوب. آية حلوة يريد تحفظوها، أرمية 31:18 توبني فأتوب. يعني إن كنت أنا يا رب مش قادر أتوب أنت توبني. ومع ذلك وسط كل هذه الانذارات ربنا يعطي رجاء، يقول اجعل شريعتي في داخلهم، اكتبها على قلوبهم، اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا، سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم يقول الرب، لاني اصفح عن اثمهم ولا اذكر خطيتهم بعد.
ياريت ناخد درس من أرمين ده اللي هو كان مدافع عن الحق مهما حصل له، حتى لو ضربوه، حتى لو سجنوه، حتى لو ألقوه في الجب، هو بيقول كلمة ربنا وبيبلغ رسالته ويمشي على طول. يكون درس أيضا للرعاة اللي ربوا رعيتهم، وللآباء والأمهات اللي ربوا أولادهم، لأن ساعات الأب أو الأم يخاف إن ابنه يزعل منه فيقعد يدلله وبعدين الابن يفسد. ساعات الراعي الكاهن يخاف يقول كلمة صعبة للشعب لألا يكرهوه فيقعد يدللهم ويمدحهم في كل أخطائهم. برضو كل دي مش هتنفع، لازم الواحد يقول كلمة الحق زي أرمية مهما قاس في سبيله، وفي نفس الوقت يفتح الباب للرجاء، توبني يا رب فأتوب، أصفح عنهم، لا أذكر خطاياهم بعد. وتورينا أيضا أن الإنسان اللي يعيش في جيل شرير مش معناها يبقى شرير زيه، أهو العيش الجو بتاع أرمية والجيل بتاع أرمية كان كله شر، لا يوجد في شيء كويس. وأخيرا ربنا ألقاهم في السبت، ليه؟ من أجل الشر اللي موجود. ومع ذلك يجد أرمية شاهدا للحق في ذلك الجيل. أنا ساعات أقول يا رب طب ما دام أنت عارف أنهم هلكانين هلكانين ضيعين ضيعين، طب بتبعت لهم أرمية ليه؟ ما دام ما فيش فايدة فيه. لابد ربنا ينذر حتى لو كان ما فيش نتيجة. الزرع لما الزرع خرج ليزرع حتى الأرض المهجرة نزل عليه بذور، حتى الأرض اللي فيها شوك نزل عليه بذور، ولكن لابد أن يعطي فرصة لكل أحد. كان أرمية في العصر السابق للسبي، وعاصر السبي أيضا، وعاصر أيام نبوخذ نصر، وكان شاهدا للحق في جيله. وكان يشفق على الناس فيما ينذرهم لكي يرجعوا إلى الله. تفضل.